السلام عليكم طلاب الصف السادس الأدبي. درسنا لهذا اليوم التوافيق في جزئها الثالث، تمارين وأمثلة وزارية. بديت من هذا المثال، لاحظ هالفكرة مع هذا السؤال أيضا مكررة في هذا النوع، هنا فقط اختلاف الرموز مع تغيير بسيط. هذا السؤال الآخر أيضا اللي أشرت إليه في مثال سابق مكرر مرتين في الوزاري في نفس السنة في الدورين الثاني والثالث، عندما كانت سوت ثلاثة أدوار. المطلوب هو إيجاد قيمة الأن، لاحظ بالأعلى، بينما كان في السؤال الآخر يطلق قيمة الـ R أو قيمة الـ N اللي يصير أعلى وإضافة أخرى. الفكرة اللي موجودة في هذا السؤال هي أولاً أمثلة الكتاب مع تغيير بسيط، هذا لا يعتبر السؤال خارجي في الوزاري، لأن الطلاب هنا أي تغيير بسيط يعتبر السؤال هنا، لأن الطالب يعتمد على الحفظ، إحنا نفكر على فكرة الفهم. أنا أركز على فكرة الفهم وأقدر أحل أي سؤال بأكثر من طريقة. نبدأ بالمثال الأول. المثال الأول هنا الرمز الثاني للتوافيق، لاحظ الرمز الآخر اللي استخدمه للتوافيق، هذا مو قوس، هذا يعتبر توافيق. فمن نحل السؤال أحضر القانون في البداية، الحل السؤال، ومن الأفضل لأن القوانين عليها درجات، توافيق N مأخوذ منها R تساوي لنا مضروب الـ N على مضروب الـ R، N ناقصا الـ R مضروب. أكتب القانون بالبداية، وأقدر أكتب القانون الثاني أيضا مقابله ويساوي، لاحظ بهذا الشكل، أخلي قوس لرمز السؤال اللي أشار إلى السؤال الشكل NR، يعني أنا هذا الرمز هو هذا نفسه، إشارة بسيطة للموضوع. من أطبق الحل بعد ما أحتاج أشير لها، راح صار عندنا 12 خارج التوافيق، صار 12 مضروبة فيه مضروب الـ N مضروب الثلاثة اللي تمثل عندنا الـ R على الـ N ناقصا ثلاثة مضروب، معنى عملية تعويض، وهذا هو القانون. الجزء الآخر الناتج يساوي، لأن هذا معادلة ما يصير يتفكك السؤال، يصير N زائدا الواحد مضروب على مضروب الأربعة N زائدا واحد ناقصا الأربعة مضروب، اللي هي N ناقصا R مضروب، بهذا الشكل عملية التعويض. بعدها عملية التبسيط، الـ 12 تبقى بالخارج مضروبة فيه. عندنا هنا فكرتين، الفكرة الأولى إما البسط مع المقام أو البسط مع البسط، طريقتين صحيحات وأيهما أفضل الطالب يشوفه يطبق لنا قواعدها. طالب يستخدم هذه الفكرة، يفتح الـ N على وحدات المقام، يعني صار N مضروبة في N ناقصا واحد، N ناقصا اثنين، N ناقصا ثلاثة مضروب، مضروبة ثلاثة صار ثلاثة في اثنين في واحد، معناه يبسط المقدار على وحدات المقام بهذا الشكل. الناتج يساوي الجزء الثاني، راح يصير عندنا N زائدا واحد، النقص منها واحد يصير N، النقص منها واحد يصير N ناقصا واحد، النقص منها واحد يصير N ناقصا اثنين، نطرح منها عندها واحد يصير N ناقصا ثلاثة مضروب، N ناقصا ثلاثة مضروب. هنا صار عندنا مضروب الأربعة، يصير عندنا أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد، وهنا عندنا صار N زائدا واحد ناقصا أربعة، صار عندنا N ناقصا ثلاثة مضروب بهذا الشكل، حتى يقللنا من عدد الخطوات. الاختصارات اللي راح تصير بالنسبة للسؤال، هاي ما كتبته هنا، اكتبها بالجانب الثاني، قوس N ناقصا ثلاثة مضروب بهذا الشكل. بعد البسط والمقام، 12 مع 2 في 3 6، 2 في 3 6 على 12 هاي بها 2 بهذا الشكل. بالجزء الثاني هذا المقدار مع هذا المقدار، نقدر نرتب السؤال بالترتيب التالي، 2 هنا بقى عندنا 1، بالبسط عندنا N، N ناقصا واحد، الأقواس مهمة، N ناقصا اثنين،
في الجزء الآخر الناتج يساوي المتبقي n زائد 1 مضروبة في n مضروبة n ناقصا 1 n ناقصا 2 عندنا 4 في 3 12 في 2 أو 1 2 في 3 6 في 4 24 بهذا الترتيب. هذا توضيح الناتج الأعلى. تبسيط آخر أيضا يحصل عندنا بالشكل التالي الان مع الان الان ناقصا واحد الاختزال بهذا الترتيب. ابقى الناتج حتى الطالب يشوفه راح يصير عندنا 2 على 1 يساوي ان ان زائدا 1 قوس على 24. خواص التناسب حاصل ضرب الطرفين يساوي ان حاصل ضرب الوسطين صار ان زائد ان واحد يصير 2 في 24 48. انقل الواحد للجهه الثانيه راح يصير الان يساوي لنا 48 ناقصا واحد الان تساوي لنا 40 47 بهذا الشكل. خطوات: قانون، تعويض، تبسيط، تبسيط اخر، الاختزال، خواص التناسب، ثم النقل والترتيب للحصول على الناتج. هذه الفكره الاولى في هذا الموضوع. المثال الآخر أيضا وزاري الحل السؤال. لاحظ هنا في هذا السؤال في سنتين 2012 وزاري في الدورة الثانية وفي الدورة الثالثة كان مكرر جد قيمة الآن إذا كان توافيق أن مأخذ منها 20 في كل مرة تساوي توافيق أن مأخذ منها 35. هل يصح ان الناتج يساوي ان الان يساوي ان 2 ار؟ الجواب خطا. راح استخدم هذه الفكره الصحيحه بالشكل التالي: توافيق ان ماخذ منها ار 1 يساوي ان توافيق ان ماخذ منها ان ناقصا ار 2. لاحظ بهذا الترتيب استنتج من عندها ان الان تساوي ان ار 1 زائد ان ار 2. طالب اخر يبسط بهذا الشكل لان المساويات بالاعلى هنا يكتب عندنا بهذا الترتيب. اشير لها بلون اخر حتى تصير عندنا العمليه واضحه. اكتب له ان الار 1 يساوي ان ان ناقصا الار 2. في الحاله هاي راح ينقلها للجزء الثاني صار عندنا ار 1 زائد ار 2 يساوي ان الان. وعليه راح يصير الان تساوي ان حسب سؤالنا هذا يساوي ان 20 زائدا 35. 20 زائدا 30 35 الان تساوي لنا 55. هذا الملاحظة الصحيحة لهذا السؤال. وليست الان تساوي لنا 2 ار مثل ما موجود بالكتاب، لها الملاحظة خاصة فقط بهذا الترتيب. هذا حل السؤال ومكرر ايضا في الوزاري. النقطة الاخرى في هذا المثال هنا في هذا السؤال الثالث الرمز مال التوافيق واضح جدا، ماكو علامة اختلاف للطالب. فصار عندنا 2 بعد ما نكتب القانون 2 تنزل مضروبة فيه ان زائد 1 مضروب على مضروب 2 ان زائدا 1 ناقصا 2 مضروب ان زائدا 1 ناقصا 2 مضروب. الناتج الطرف الثاني خط الكسر ان زائدا 2 على مضروب 3 قوس ان زائدا 2 ناقصا 3 مضروب. عملية التعويض بهذا الترتيب. عملية التبسيط بالنسبة لهذا السؤال أقدر أستخدم هذه الفكرة الثانية. لاحظوا
اثنين مع اثنين اضرب اثنين، اثنين في واحد، الناتج اللي احصل عليه منه هو ان زائدا واحد مضروب على الان ناقصا الواحد مضروب يساوي هذا المقدار. صار عندنا ان زائدا اثنين، ان زائدا الواحد مضروب الشكل بهذا الترتيب على ثلاثة في اثنين في واحد، صار عندنا ان ناقصا واحد مضروب. الاختصارات مراعاة ما بين الطرف اليمين الطرف الأيمن مع الطرف الأيسر. الملاحظة الثانية، هذا المقدار اختزال مع هذا المقدار، وهذا المقدار اللي يشير إلى بلون ثاني مع هذا المقدار اختزال. الاختزال يكون بالشكل التالي: البسط مع البسط، المقام مع المقام، الطرف الأيمن مع الطرف الأيسر إذا كانت الأطراف متساوية بما بها بسط ومقام مكونة من أعداد أو أجزاء صحيحة. الناتج المتبقي، هنا يبقى عندنا الناتج واحد، هنا يبقى عندي أن زائدا اثنين، وهنا يبقى عندي ستة. من أتى أحصل؟ حاصل خواص التناسب، خواص التناسب، حاصل عندنا ستة تساوي أن زائدا اثنين. أنقل للطرف الثاني، صار ستة ناقصا اثنين تساوي لنا الآن، معناها الآن تساوي لنا أربعة. يقدر الطالب يسوي التحقيق، يتأكد من صحة الحل بما يعوض بالأعلى، ويتأكد من جوابه صح أم خطأ. عملية التعويض جدا سهلة، يحصل على ناتج جدا بسيط وبسرعة أيضا في نفس الوقت. أشير لإشارة بسيطة، لاحظ عملية التعويض مثلا بالنسبة لقيمة الآن، جت طلعت عندنا هنا قيمة الآن أربعة، صار عندنا اثنين في توافيق، صار أربعة زائد واحد خمسة اثنين، يساوي لنا توافيق ستة على ثلاثة. لاحظوا هذا التحقيق، راح أسويه بالجانب حتى أتأكد من صحة الحل. والتحقيق ما مطلوب من الطالب، بس على الطالب هنا هذه القواعد البسيطة اللي قاعد أوضحها على السبورة بها فائدة تربط بين الموضوع العلمي والأدبي. عندما أن تساوي لنا أربعة، أثبت أن اثنين توافيق خمسة اثنين على اعتبار أربعة زائد واحد يساوي لنا توافيق ستة ثلاثة. الحل، صار عندنا الحل السؤال ليفت هاند سايد، ناخذ الجزء الأول الطرف الأيسر، صار عندنا اثنين فيه مضروب الخمسة مضروب الاثنين، خمسة ناقصا اثنين مضروب، الناتج يساوي لنا اثنين مع مضروب اثنين، صار عندنا مضروب الخمسة، خمسة روح اثنين صار مضروب الثلاثة، ويساوي لنا خمسة في أربعة في مضروب الثلاثة على مضروب الثلاثة اختصار، ويساوي لنا عشرين. ننتقل إلى الطرف الآخر اللي هو رايت هاند سايد، رايت هاند سايد، الناتج يساوي لنا مضروب الستة على مضروب الثلاثة، هنا استردنا ستة ناقصا ثلاثة مضروب، مضروب الستة على مضروب الثلاثة في مضروب الثلاثة، الناتج استردنا ستة في خمسة في أربعة في مضروب الثلاثة على ثلاثة في اثنين في واحد في مضروب الثلاثة. مضروب الثلاثة ثلاثة في اثنين مع ستة
سردنا 5 في 24 معناها left hand side equal right hand side. يفضل أن تكون عندنا في الوزارة أمثلة من هذا النوع بعد الحصول على قواعد بعض الموضوعات، حتى الطالب يشترك موضوعات أكبر يحصل على نتائج صحيحة من هذا النوع. لاحظ هنا فكرة السؤال، استفادين من فكرة الاختزال اللي ما تطبق لحد الآن على منصات التواصل الاجتماعي، لأن كل واحد عنده ملزمة يحل عليها، وحل متشابه ومكرر في نفس الوقت، ماكو أي استنتاجات أو قواعد. صحيح طالب الأدبي يشعرون بعض المدرسين أنه طالب ضعيف، لا مو طالب ضعيف، وإنما اتجاه الفكرة مالته نحو الدروس اللغوية وليست الدروس العلمية. هذه الفكرة اللي طبقتها هنا في الجزء الثالث، استخدمت فكرة الاختزال وخواص التناسب اللي ما حد يشير لها في هذا الجزء. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.